أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إن اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن ستعمل على تحقيق الكفاءة المطلوبة في توجيه الدعم بمختلف فئاته إلى مستحقيه واستمرار استفادتهم منه. لا يخفى عليكم ما تمر به المملكة من وضع مالي استثنائي، شأنها في ذلك شأن دول المنطقة، وهو ما يستلزم أن يكون شعار المرحلة الحالية مبنياً على حزم من المبادرات والإجراءات التي تمكننا من تجاوز هذه التحديات بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن، وذلك مع مراعاة استمرار استفادة المواطنين والأسر البحرينية المستحقة من أوجه المساعدات كافة. ومن هنا فإن اجتماعنا هذا يأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة وما يجمع بيننا من تنسيق وتشاور مستمرين لننظر في أحد الجوانب التي تتطلب وقفة جادة، ألا وهو ملف الدعم الحكومي الموجه للبرامج الاجتماعية الذي بلغ في عام 2017 ما مجموعة 382.5 مليون دينار بحريني، أي أكثر من مليار دولار، والمخصص للضمان الاجتماعي علاوة القلاء اللي هو الدعم المالي ومخصص الإعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وعلاوة بدل السكن وعلاوة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم. إن تركيز وضبط مبلغ الدعوم سينتج عنه تحقيق الاستدامة المنشودة لهذه البرامج لصالح المواطنين وتحقيق الكفاءة المطلوبة بحيث يوجه هذا الدعم بمختلف فئاته إلى مستحقيه من المواطنين والأسر البحرينية واستمرار استفادتهم منه. ولما كان هذا الاجتماع اجتماعنا هذا اليوم بمثابة اجتماع أولي وإجرائي، فإننا نأمل أن تنبثق من لجنة السلطة التشريعية ونظيرتها في السلطة التنفيذية لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها الرئيسية رفع تقرير يعكس توافق كلا السلطتين حول الموضوع الذي نجتمع من أجله اليوم، وذلك بعد قيام هذه اللجنة الفنية بمناقشة جميع التفاصيل والاستماع إلى مختلف وجهات النظر ودراسة ما يمكن دراسته من مقترحات وآراء خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها معكم إن شاء الله. هذا وكانت اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه قد اجتمعت صباح اليوم، حيث تم التوافق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة فنية مصغرة تبحث التفاصيل المتعلقة بالدعم والوصول لتعريف مشترك لمستحقي الدعم ومعايير تحديد الشرائح المستحقة على أن لا يتم المساس بمكتسبات المواطن البحريني. الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. كان العنوان الأبرز لأولى جلسات اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو ملف إعادة هيكلة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وذلك تنفيذا للتوجيه الملكي السامي لعاهل البلاد المفدى. كان مبدأ التوافق بين السلطتين هو الأساس الذي انطلقت منه الجلسة، وكان الهدف الأسمى هو تجاوز كافة التحديات بأقل تكلفة ممكنة مع استمرار استفادة المواطنين والأسر البحرينية من كافة أوجه الدعم. والله هي جلسة مثمرة وتمهيدية في نفس الوقت لتنظيم عمل مشترك بين السلطتين لمتابعة موضوع إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين، بحيث أن هذا النظام نظام منظومة الدعم تكون أكثر كفاءة وتخدم القطاعات والمستحقين أكثر، وهناك يعني تفاهم كبير وهناك تعاون كبير، والحقيقة يعني الأسس اللي انطلقنا منها هي أسس مشتركة وموحدة، ونتطلع إلى يعني عمل مشترك مثمر إن شاء الله. السلطة التشريعية قدمت مرئياتها على طاولة اللجنة المشتركة أمام نظيرتها التنفيذية، حيث جاءت متطابقة في مجملها.
تناولنا في هذا الاجتماع التحضيري الأول آلية عمل اللجنة وكيف نضمن أن نصل إلى توافقات تعبر عن يعني تطلعات صاحب الجلالة في الأمر الملك السامي بإعادة توجيه الدعم وإعادة هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه. قررنا نحن في أعضاء السلطة التشريعية في اجتماع بعد الاجتماع مع الوفد الحكومي على أن نشكل لجنة تكون هذه اللجنة لجنة فنية. كان في الحقيقة الاتفاق اليوم أن نشكل لجنة فرعية فنية تأخذ بكل المقترحات التي تم طرحها اليوم وللوقوف على كيف يمكن تحقيق ما جاء في التوجيه الملكي. أبرز ما خلص إليه الاجتماع هو تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها الرئيسة هو مناقشة جميع التفاصيل والاستماع إلى مختلف وجهات النظر ودراسة المقترحات والآراء لرفع تقرير يعكس التوافق بين السلطتين حول إعادة هيكلة وتوجيه الدعم إلى مستحقي. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.